لكن الآن في مازلنا في انتظار العديد والعديد من نجوم المهرجان ومنهم النجمة هيفاء وهبي. كونوا معنا في انتظارها وفي انتظار ضيوف المهرجان على شاشة نايل سينما فقط. كل أعضاء الوفد المصري المشارك في فعاليات مهرجان الرباط السينمائي وصلوا إلى العاصمة المغربية قبل موعد المهرجان بيوم، فيما عدا النجمة هيفاء وهبي التي وصلت قبل افتتاح المهرجان بساعات قليلة، وكان في انتظارها حشد كبير من المصورين والإعلاميين. بعدها توجهت هيفاء وهبي لمقر حفل الافتتاح. منتظر زي ما الجمهور المصري شافه وقدره وحب هيفا جدا وشافها بنت مصريه. متوقع النهارده الجمهور المغربي هيقول ايه وهيعمل ايه مع هيفا في اللوك المصري؟ لا صراحه انا كتير يعني الحمد لله بشكر كل الظروف، بشكر ربنا انه كانت اول تجربه سينمائيه لإلي مع استاذ خالد يوسف، تجربه سينمائيه مصريه. يعني انا احس بسعاده كبيره وبفخر كتير كبير انه انا عملت دور بيساب دكان شحاته. هتكرري التجربة مع خالد يوسف ولا هتكرريها بشكل عام في السينما المصرية؟ لا إن شاء الله يعني أنا ألاقي القبول من الجمهور العربي والمصري، وبعد كده إن شاء الله نقرر هنكمل في التمثيل ولا لا، بس يا رب تكون عند حسن ظنك. لازم تمثلي تاني لأن الجمهور حبك جدا، وده اللي إحنا متوقعينه النهارده مع الجمهور المغربي كمان. مشاريعك الجاية؟ ان شاء الله احنا لسه في حمله دكان شحاته وحضر البوم جديد، في البوم للاطفال كمان هينزل قريب. كم يوم في المغرب هتقضي؟ يومين للاسف لانه بعد كده رايحين على شرم الشيخ عندي حفله. اهم مكان هتزوره هيفا؟ انا دلوقتي في المغرب فبالنسبه لي ده اهم مكان حاليا انا موجوده فيه، وبعدين انا حظي حلو ان انا بزور بلدان جميله كتير، حظي حلو ان اهلا موجوده بالمغرب ورايحين على شرم الشيخ كمان. شباب اوقات بالكفله لو قربت مني هفتح كرشك. كلب يا سايبه، حر في ماله حر في نفسه بس مش حر في بيسه. انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ ده دكان ابوه ولا في قصه الدنيا بيها. فين بيسه يا كرم؟ برقبتك لو عايز. لو عديت من هنا تاني اعتقال مش حبس. الفقر في الوطن. خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات. يا ابني كلنا بنشحت من بعض، هي ماشيه غير بالشحاته. مالوش لا ظهر ولا تمام. انا عمري ما هزهق عشان اكتر الحد قتلته. ربما سأترك فريق الفيلم لإلقاء كلمة للجمهور، وسأدعو خالد يوسف ربما لإلقاء كلمة. شكرا على تصفيقاتكم. دايما الكلمات بتروح لما الواحد بيقف في المكان ده زي ما قال الأستاذ محمود عبد العزيز، لكن أنا هقول إن مصر والمغرب، لاني دارس تاريخ فعارف ان عندما اشتد العدوان على دولة الموحدين بقيادة المنصور استنجد بصلاح الدين الايوبي في مصر، وعندما تعرض عبد الله بن الاحمر اخر ملوك غرناطة لخطر السقوط استنجد بالملك المصري، وعندما هربت الكتب كتب ابن رشد نتاج الثقافة الاندلسية والمغربية هربت الى مصر. فمصر والمغرب منذ فجر التاريخ بلدين لا فاصل بينهما، أمة عربية واحدة، ثقافة واحدة، فن واحد، حضارة واحدة، بنعبر عن هموم المواطن البسيط في مصر فيصب في خندق المواطن البسيط في المغرب، لأننا كلنا في الهم شركه.
فأنا بتمنى أن هذا الفيلم يعبر عن المواطن البسيط في المغرب اللي أنا بنتمي لي، وأنا وكل صناع الفيلم بشكركم وبشكر كل الحضور وبشكر كل اللي هيتفرج على الفيلم سواء هيعجبه أو ما يعجبوش، بشكر حضوركم وبشكر تكريم المهرجان وبشكر أن افتتاح مهرجان الرباط لسينما المؤلف يكون بفيلم دكان شحاتة. هذا شرف لكل صناع الفيلم وهذا شرف للسينما المصرية، وشكراً.